في رأيك الشخصي، إيه هي مشكلة التعليم في مصر؟ مشكلتين. المشكلة الأولى أن مؤسسات التعليم لا تقوم بدورها التعليمي. ثانيا، لا تجاري التطور العالمي، التطور العلمي والتطور التعليمي. لو حبيت أديك مثال بسيط، في العالم المتقدم وفي مصر هنا برضو في الجهات معينة ما يسمى تيك هوم اكزام واوبن بوك اكزام، امتحان الكتاب المفتوح والامتحان اللي يتحل في البيت. مش كل الطلبة هياخدوا نفس الدرجة لو فتحوا الكتاب، مش كلهم هياخدوا الدرجة لو حلوا الامتحان في البيت. المسألة ان احنا عندنا نوع الامتحانات هي كلام محفوظ لازم نقوله، لازم الطالب بنطلب منه يقول حاجة معينة محفوظة كلمتين وهينساهم بعد الامتحان. حلول مشكلات التعليم ما هيش روشتة أي حد يكتبها، الحلول كتيرة ومتعددة الجوانب، لكن أنا بس بختار نقطة بعتبرها نقطة بداية. نقطة البداية إن المدرسة أو المؤسسة التعليمية تشتغل 24 ساعة، تستفيد بالتكنولوجيا الحديثة. في حاجة اسمها الإنترنت، الدروس اللي بتتقدم يوميا تترفع على الإنترنت، الطالب يفضل يراجعها في أي وقت يريح. الطالب في الحالة دي هيفهم وهيحس إيه النقص اللي موجود في الشرح وهيوجه أسئلة، ولما المدرسين أو المعلمين يردوا عليه يبقوا بيعوضوا النقص في الشرح اللي حصل. يعني إذا كان وزير التعليم دكتور طارق شوقي أساسا طلع مادة الحاسب الآلي بره التقييم وبره المجموع وقال لك أنا ما عنديش حاسبات آلية، ما عنديش أجهزة كمبيوتر تكفي كل الطلبة في المدارس، إحنا بنوفر عليه إنه يجيب كمبيوترات للمدارس. الناس عندها كمبيوترات في البيوت، وليه ما يخليش الناس يستخدموا كمبيوتراتهم في البيوت؟ هو يشتري ليه؟ مش محتاج يشتري. هيطلع لحضرتك اللي يقول ان مش كل الناس عندها اجهزه كمبيوتر في البيت، يجيبوا تابلت. التابلت رخيص واقل بكتير، سعره اقل بكتير من اللي بيدفعوه في الدروس الخصوصيه.